عبارة واحدة فقط اختزلت فيها كل مطالب أبناء تعز في مظاهرة خرج فيها العشرات مطالبين فيها بتنفيذ القرار 22/16. واعتبر المحتجون أن أي تهاون بما يخص القرار يعتبر تخاذلاً في حقهم، فيما أبدى هؤلاء استنكارهم وغضبهم من استمرار الحصار والقصف بالتزامن مع المجاورات السياسية الجارية في الكويت. فبعد مرور أسبوع من انعقاد المشاورات لا جديد يفاجئ هذه المدينة وسكانها، فالكثير من الخروقات شهدتها وما زالت تعيشها المدينة منذ توقيع اتفاق التهدئة الذي لم تلتزم به الميليشيا كعادتها. شهداء وجرحى من المدنيين يتساقطون ضحايا للخروقات المستمرة في أنحاء متفرقة من المدينة وفي مديريات ريفية كالمسراخ وصبر الوازعية، مواقع الجيش الوطني والمقاومة أيضاً في مركز المحافظة كان لها نصيب من سلسلة هجمات للميليشيا في الزنوج وعصيفرة استطاعوا كسرها. وبين مسار عسكري وآخر سياسي تفرض تعز نفسها كبوابة لأية محاولات يمكن أن تفضي لسلام.